اسمي صفوة دحاق، في المهنة دي من سنة حوالي 85. هي المهنة فيها أسرار طبعا وليها احترافية يعني، وأي حد بيتعلمها لازم يكون عنده حد الاحترافية أو يحب المجال ده أو يحب التصنيع في المعادن أو بيشتغل في المعادن أو غاوي شغل المعادن، لازم يكون عنده كده يعني الحاسة الفنية برضه، إن ده برضه في يعتبر عالم الاكسسوار او عالم الملابس او الشياكه، فلازم برضه يكون في الحاسه انه يقدر يشتغل ويصنع ويطلع انتاج في الاخر حاجه يقبلها الجمهور يعني. هي المراحل كتير زي ما احنا شفنا، مراحل السبك ده بيبقى ليه واحد متخصص، والجرح ليه واحد متخصص، وشغل الصياغه نفسها بيبقى ليها مراحل كتير يعني، في تحضير وفي تلحيم وفي تشطيب وفي تلميع، فمش اقل من 4-5 صناعيه في حده الشغل كانتاج يعني. هو دلوقتي الشغل الليزر طبعا مطلوب اكتر، ان هو دقيه بتبقى فيه اعلى كتير من شغل اليدوي، مهما كان الصنايعي باحترافيته مش هيطلع مهما كان، ده دي الشغل اللي احنا بنشوفه على التكنولوجيا، ونشوف الـ يعني اللمسه الفنيه بتاعت التكنولوجيا وامكانياتها يعني. المصنعيه غاليه ومصنعيه رخيصه بتختلف من مراحل التصنيع نفسها، مراحل التصنيع نفسها فيها تكاليف، في تكاليف وفي مشكله في الخامه نفسها، الخامه بقت غاليه والهادر منها كتير، فحد الشغل عشان تطلع بمصنعيه في منها هادر، فالهادر ده بيقف علينا برضه بخسائر، فده عشان يعوض معانا حد الشغل بيتحط على المصنعيه، فده بيخلي المصنعيه غاليه.